أنهى الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة دورة القيادة والأركان المشتركة بجامعة المشاة البحرية الأمريكية في مدينة كوانيتو بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بالجامعة بحضور نجليه سمو الشيخ فيصل بن خالد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وسعادة السفير الشيخ عبد الله بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والعميد طارق غالي الملحق العسكري البحريني لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القادة وكبار الضباط. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بحصوله على شهادة التخرج بهذا التحصيل العلمي الذي يعد أحد أهم وأبرز التخصصات العلمية في المجال العسكري والذي يهدف لرفع المستوى والكفاءة العسكرية، مؤكدا سموه أن هذه الدورة ستكون دافعا لسموه نحو بذل قصارى جهده لخدمة الوطن والمليك. وقد توجه سموه بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على دعم جلالته الكبير والذي منح الدافع نحو إنهاء دورة القيادة والأركان بنجاح. وثمن سموه متابعة ومؤازرة العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي لسموه خلال مراحل الدورة والذي انعكس بصورة واضحة على إنهاء هذه الدورة. وأعرب الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ السعادة بفرحة نجلي سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة خلال حفل التخرج، معربا سموه عن أمنياته بأن يكون بالنسبة لهم المثل الأعلى وقدوتهم دائما. هذا وقد هنأ سموه الرائد الشيخ حسن بن محمد الخليفة بمناسبة تخرجه من هذه الدورة، مؤكدا سموه أنه كان نموذجا للشباب البحريني المثابر الباحث عن التحصيل العلمي والمعرفي وتنمية الثقافة وتعزيز المهارة والكفاءة التي ستنعكس بكل تأكيد على أدائه الوظيفي، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية لخدمة وطننا العزيز.